السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة كده إن شاء الله نقدم لكم طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج، أو طريقة عمل أرز البسمتي بقطع الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. ويلا بقى كده نبدأ معاكم الفيديو ونقول بسم الله. هنا كده أول حاجة معانا ده اللي هو قطع الدجاج، ده كانت عبارة عن نص فرخة اللي هي من ناحية الصدور، قطعتها قطع أو مكعبات بالشكل ده، طبعا بعد ما نقعناه في محلول النقع القوي اللي متعودين عليه كل مرة. معايا هنا ده بديل الليمون، صويا صوص الغامق، دبس الرمان، خل أبيض، ومعايا كده اللي هي البهارات، فلفل أسمر، وخلطة 7 بهارات، وخلطة اللي هو الكبسة، وكركم وكاري وبابريكا وكمون وملح. ودي كده البهارات اللي احنا نبدأ كده نبهر بها قطع الدجاج. هنا كده اول حاجة هبدأ اجيب المعلقة واقلب كده البهارات كده كويس مع بعض بالشكل ده، وبعد كده بقى ننزل بيهم على قطع الدجاج ونبهرهم بالشكل ده. وهنا بقى كده هضيف معلقة كبيرة من اللي هو بديل الليمون، ممكن تضيفي عصرة ليمونة كبيرة، وهنضيف معلقة صغيرة من اللي هو الصويا صوص الغامق، وهنضيف معلقة كبيرة من اللي هو دبس الرمان، وهنضيف معلقة كبيرة من اللي هو الخل الأبيض، وهنا بقى كده هنبدأ بقى نقلب قطع الدجاج في البهارات وفي التتبيلة اللي احنا عملناها دي، تتبيلة سريعة وسهلة وبسيطة جدا. وبنبدأ كده نقلبهم كده كويس مع بعض بحيث ان احنا بنشرب قطع الدجاج ونبهرهم كده كويس. بعد كده هنا بقى هنجيب كده حوالي 3 فصوص من الثوم وهنهرسهم كده في الهراسة، وبعد كده هنضيفهم كده على قطع الدجاج، يعني هنعوز كده 3 فصوص مهروسين من الثوم. ونزلت بيهم كده على قطع الدجاج وببدأ كده اديلهم كده تقليبة كويس كده مع بعض. وبعد كده بقى بنبدأ بقى نغطي عليهم وبنسيبهم كده يتبلوا معانا في التلاجة اقل حاجة كده، ممكن تتبلوهم ساعة، ممكن تتبلوهم ساعة او ساعتين، بيكون خلاص اتبلوا كده معاكم كده كويس. طبعا انا غطي عليهم هنا وهدخلهم التلاجة يتبلوا معايا، يا دوبك انا هنا هقعدهم كده ساعة وهشتغل بهم على طول، هتكون اتبلت معايا كده كويس. هنا بقى كده جبت حلة على النار وضفت فيها كده حوالي كده معلقتين من الزيت، وهضيف مكعب من الزبدة. هنا كده بقى سيب الزيت والزبدة كده يسخنوا كده الاول، وده هنا كده خلاص قطع الدجاج لما اتبلت معايا، طبعا هنا خلاص اتبلت وبقت تمام كده. وهنا بقى كده هبدأ انزل بيها على الزيت والزبدة لما سخنوا معايا بحيث ان كده ياخدوا معايا كده صدمة على طول. وهنا كده بقى هنبدأ بقى كده نشوحهم كده كويس. طبعا هنا خلاص نزلت كده بقطع الدجاج، هسيبهم هنا كده حوالي كده دقيقة او دقيقتين، وبعد كده هبدأ اقلب فيهم بالشكل ده. هنا بقى كده بنبدأ كده نشوحها لغاية اما قطع الدجاج تاخد معانا اللون اللي هو الذهب الاحمر او اللون المحمر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا كده. وهنا خلاص بدأت لما شوحتهم اخدت معايا كده لون. بعد كده هنا بقى انا هقطع كده حوالي كده بصلة كبيرة، هبدأ كده اقطع قطع صغيرة او قطع ناعمة بالشكل ده وهندل بها على قطع الدجاج. وهنا برضو كده هنشوحهم برضو مع بعض، وهنسيب كده البصلة كده تشوح مع قطع الدجاج حوالي كده 5 دقايق. وهنا كده خلاص بعد ما عدى كده 5 دقايق والبصلة كده اتشوحت كويس مع قطع الدجاج، بعد كده هضيف هنا هجيب جزرة مبشورة وقرن من الفلفل الحامي، قطعتهم كده قطع صغيرة، طبعا هنا بشرت الجزرة وقطعت اللي هو القرن الفلفل الحامي قطع صغيرة، ونزلت بيهم هنا برضو على قطع الدجاج والبصل. ومن هنا بنقلبهم كده كويس مع بعض، هنديهم هنا برضو تشويحة حوالي كده من 2 لـ3 دقايق، بنسيبهم كده يشوحوا كويس. وبعد كده هنجيب حبة من الطماطم هنزع الجلد بتاعها وهقطعها كده قطع صغيرة، وبعد كده نزلت بيهم هنا برضو على قطع الدجاج وهديلهم هنا كده برضو تشويحة حوالي كده دقيقة او دقيقتين. وبعد كده بقى هنكون هنا غلينا مية في الكاتل او مية في البراد، وبعد كده نزلت بيهم، عايزين هنا مية سخنة او مية مغلية، نزلت بيهم بالشكل ده. وبعد كده هنا هنضيف اللي هو مقدار الملح بتاع الرز،
او مقدار الملح بتاع الطبخة بتاعتنا النهاردة. هنا كده خلاص ضفت كده مقدار الملح، ببدأ كده اديلهم كده تقليبة. هنا بقى كده انا غسلت اللي هو الرز البسمتي، طبعا انا بغسله بصفيه كده على طول. وهنا هضيف كده معلقة من السمن البلدي طبعا هنا عشان تطعم معانا كده اللي هو الرز مع الدجاج. وهنا كده بعد ما غسلت الرز وصفيته كده كويس نزلت بيه هنا. طبعا انا بضيف مقدار الرز البسمتي، يعني كل كوباية من الرز البسمتي عليها كوبايتين من المية. طبعا كل رز مختلف عن التاني، طبعا الرز البسمتي منه 3 درجات، في رز بياخد معاكي على مقدار الكوباية كوباية ونص من المية، وفي رز بياخد معاكي من مقدار كوباية الرز 2 إلا ربع من المية. الرز اللي معايا النهاردة ده بياخد على كوباية الرز 2 كوباية من المية بالشكل ده. طبعا بنغليهم الاول بحيث ان احنا كده بنخلي الرز كده يغلي معانا على طول ما ياخدش معانا وقت. وبعد كده بخلص لما نزلت الرز وقلبته كده كويس مع قطع الدجاج، هبدأ هنا اغطي عليه واسيبه كده لما يشرب كده كويس. هنا بقى كده هنسيب الرز كده يشرب المية، وبعد كده هنبدأ او السوائل. وده كده شكل الرز لما بدأ يشرب هنا السوائل. اخر حاجة هنا بقى هبدأ اضيف كده رشة من الزعفران. وده كده رشة هي نت بسيطة من الزعفران، رشة بسيطة كده على طرف المعلقة، ده بتدي كده تيست ولون جميل جدا للرز. وهنا كده بنقلبهم كده كويس مع بعض. طبعا ما اقولكوش هنا الريحة جميلة جدا، ودي طريقة بسيطة وسهلة جدا لعمل اللي هو كبسة الدجاج السعودي بالدجاج، او طريقة عمل رز البسمتي بقطع الدجاج. طريقة جميلة جدا، ان شاء الله هتنبهر من الطريقة دي وهتعتمدها على طول، مش هتبطلي تعملي اللي هو الرز البسمتي بقطع الدجاج الا بالطريقة دي يعني. وبعد كده هنا هنبدأ نغطي بقى وهنسيبه كده لما يستوى معانا. طبعا هنا لما بنشرب السوائل بنهد على النار وبنسيبه كده لما يستوى، بنرجع كده في الاخر نوريه لكم. وهنا بقى كده خلاص لما الرز استوى معانا، طبعا هنا الرز والدجاج كانوا استووا تماما بالشكل ده. هنا بعد كده جبت بقى طبق وهبدأ اغرف فيه وهنوريكم كده شكل الرز واحنا بنغرفه. ما شاء الله هنا الرز كده مفلفل ومعانا جميل جدا، وقطع الدجاج استوت والرز استوى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا. وهنا كده بنبدأ بقى نغرف الطبق بتاعنا بالشكل ده. هنا هوريكم برضك ان قطع الدجاج بتاعتنا مستوية جدا وطعمها لذيذ. وهنا كده بنبدأ بقى نغرف الطبق، وده كده اهي قطع الدجاج. شوفوا يعني ما شاء الله عشان الدجاج مستوي ما بيبدأ يتقطع معانا كده. وده كده اللي هو الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهاردة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا. هتقدري تعمليه في اقل وقت وباقل مجهود، وبتعمل كده في حلة واحدة وبيطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كانت طريقتنا النهاردة في طريقة عمل اللي هو كبسة الدجاج السعودي او كبسة السعودي بالدجاج، او طريقة عمل الارز البسمتي بقطع الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين طلعت معانا بالشكل الجميل ده. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني. ولو لسه اول مرة تشوفي قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد، واتمنى تنوروني وتشرفوني في قناتي. وان شاء الله دايما نقدم لكم احلى الوصفات ودايما وصفات جديدة دايما، وان شاء الله تنتظرونا في الفيديوهات الجاية. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.